فرخة الطاجين ها الراية هيا تبارك الله. شو المليح المليح شو الراية كي ديرها تبارك الله ما شاء الله فرخة الله كويتي ديال السردين هاك يقول لك كليان اللي كيتخدم عندي اهم حاجة هي الكفتات هاد السردين تاهما المناقة الله مبارك مليح هادي هي كومون تبارك الله على حقها وطريقة هذاك الشيء مغسول ناضي هواي السلام عليكم ورحمه الله. المهم مقدمه ديال الفيديو باش نقول لكم شنو هو كاين في الفيديو ان شاء الله. اليوم غنخدموا واحد الكوموند لواحد الحاجه. المهم بالنسبه لا ليفريزو ما كاين ليفريش الناس كيجيو عندي مرحبا و الف مرحبا. يلا دابا غنشارك معكم كيفاش غنتقداو للحوش كيفاش غننقيو داك الشيء. مليح الله مبارك وري وري شو هاي الكلام. مليح مرحبا سي الله يحفظك هاي حي مليح الحريفية راه عارفين اللي كاين ها الكرامة كيداير اخو شوف هاي الكرامة العوينات ها اللون اللون الحقيقي بيضة حليب لا شوف لي شوف لي هذيك واقعية هنشوف هذه الزازة شوف هذه اللي بانت لي دورة جاية أخرى هاي اقول يا مليح ولا ماشي المليح مليح ها البخر وليدي ها البخر عاد بنحاول فيها نص ساعه الله 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 ها خاتم سيدنا سليمان هاي الحره 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 والمليحه تبارك الله ما شاء الله انا الحاجه والحاجه هاي الحاجه اللي في المدينه انا تبارك الله عليك وعلى بنيتك يا ربي انا هاي ديالكم هاي سير على مولانا هاي سير الله يسخ الامور هاي مليح ولا ماشي مليح ها هاي هاي شو كيف عوج الله ما بارك يا هان ومعد مناه معد سي الزوين وراك بلا ورا سي الزوين سي الزوين هان الله يبارك هذيك هذيك راه كاين الرايه وكاين سميط الرايه او كاين الحوت وكاين سميط الحوت الكليان راه كنديو لهم الحوت ماشي سميط الحوت ياك السي عبد الغني داكشي اللي كاين الا ما كانش مليح ما نديوش سير هان عبد الرزاق كتهلا فين ما كتهلاش فيه كاين التهاني مليح مرحبا تبارك الله ما شاء الله كاين ابو عرق اخو سير الله يعطيك الصحه سير الله عايز نتري ها يا سيدي هاي عندك سير الله يسر الامور انا سير الله يسر الامور الله يعاون الله يحاولك اما كاين المليح عبد الرزاق المليح باع وراه سير الله ها كما كنقول لكم كيلو شوف كيلو شوف كيلو 300 غرام كيف قلت لك راه ما شاء الله شوف كي داير باقا امريكا دير فرع عطريه شوف صح 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 تبارك الله ترى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فصل فصل الثلج سردينات الله ما بارك السكانية ديال التجميل. سردينة تبارك الله ما شاء الله شوف. الله يخليك. أنا ما كنجيش ندوي هكاك. ها. ديما كيبقى فيها النص بالنص، إلا عبرت كيلو غتجيك. هي كيلو ونص. غتجيك 105 درهم. اه. كيلو كيلو عبار. فهمتي؟ ديما تبارك الله ما شاء الله. اه هي هذه هي هذه. هذا ديال الفيلي هاو. ها. غنطلع نوريكم خبيته دابا ها الطابلة كي دايرة المحل ديالنا يا الله مرحبا ألف مرحبا هاي هاي تنقات نادية الحاجة هادي في كومود هاي شنو طاجين هاي
الفيديو كامل ديال التنقيه ديالها غتلقاوه من وراء هذا الفيديو هذا ان شاء الله او لا قبل منه يا العلم ولا انا المهم هالكومون ضايع هذاك الشيء راه منقي دابا هو ابو مين راه بدا كيزرب عليه محمد وكاين عنده واحد الضغط ياك محمد مرحبا كاين الكليان مرحبا المهم يسالوا معاك ليا عاد نكملوا الخدمه وداك الشيء شي حاجه غنصورش حاجه ما غنصوراش ما عليناش او باقي الله يكمل ياك في التكراد داك الشيء الفرخه للطاجين سمعتها محمد الفرخه للطاجين ها الرايه هي تبارك الله شوف مليح مليح شوف الرايه كي دايره تبارك الله ما شاء الله الفرخه اللحم ابيض الله مبارك تبارك الله ما شاء الله سابيا راه يلاه وريتها لكم ومجمع الكوموند كامله وانا معاكم ها الكوموند الاولى هذه ديال واحد السيد المهم الناس كيغصبوا الحوت على حساب داكشي اللي بغاو راباس مينا هذا كرامة الحر ها الفرخ وهذا الباناشي سبيسيال هاو سبيسيال هو اللي بلا سردين هو وهذا باناشي رويال السيد ها باناشي سبيسيال هاهما ديول عليه الكوموند الاول يونس خويا الله يحفظك انا اللهم بارك المليح والجودة ومطردك اللهم بارك سير على هذا خاصو غير الملح والحار هما اللي ما كاينينش سير ابارد واحد ها هاي نشفات اللهم بارك سير بحال الارنبه الله يلا ولاد حلقني ارنبه سير الله يعطيك الصحه ودير الخير هاي راه ندير الاولى فيكم كلنا في الميكا ما نشوف خير اللهم بارك سير الله يعطيك الصحه هاي هذه الاولى غتجمع دابا هذه خصها تبقى صحيحه هاي حبيبي الكريم ديالي شوف الرضا ضربت لاصقات ارضي عليك يلا نكملوا دابا الكومون هذا البيض ديال سان بيير ديالها البيض مع الحوته ديالها انا الله مبارك ها الكومون هادو شويكلات هادو هما الجناب ديال الفرخ هذا انا الله مبارك الرايه مليحه تبارك الله وهادي كومون ديال مصطيل هذا الكالامار ها هو المينا هي مصطيله كامله هادي والقمرون تبارك الله داك الشيء منقي ومغسول ومقاد مضى والصول الله مبارك مرحبا عطيني سكينه تما عبدو الصول تبارك الله راه السوق المليح والغليظ الله مبارك هذه السان ديالها ها هي هذه كفيته ديال السردين ها كيقول لك كليان اللي كيتخدم عندي اهم حاجه هي الكفتات وهاد السردين تا هما المناقض الله مبارك ها مليح هادي هي كومون تبارك الله على حقها وطريقة هذاك الشيء مغسول ناضي وي سلام تبارك الله ما شاء الله بونجور الخير يلاه تحياتي لكم نتمنى الفيديو نال الإعجاب ديالكم تهلاو